السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا البروجكت تبعكم معكم، أولا معكم المهندس عمران الحداد من المنطقة هاي صورتي. طبعا البروجكت تبعكم هو راح يكون ملف مضغوط زي التالي: بروجكت عليه اكسترا هير، وراح ينزل المقلد تبع البروجكت. طبعا المقلد هذا نقوم بنسخه، طبعا بأي مقلد نقوم بعمل نسخ له والذهاب إلى الكرسي ملف الإكزام، مقلد الإكزام، بعدين الـ htdocs نلصقه هو هنا طبعا ويب بروجكت. طيب في البداية لازم يكون معانا برنامج الإكزام، كنترول بانيل، نقوم بتشغيل البرنامج. طيب اوكي، اشتغل برنامج. طبعا في مشكلة عندي بحلها الآن، هي مشكلة التعارض في البورتات مع البيئة الوهمية في ام وير. راح اغلق الحين واعدلها الحين. طيب نخليها، نحلها معكم علشان تفهموا. نضغط على جهاز الكمبيوتر من ايش، طيب اروح الى سيستم تولز، عفوا سيرفيسز اند ابلكيشن، بعدين سيرفيسز، وطبعا معايا الفي ام وير، برنامج الفي ام وير. اغلقه. اوكي الحين شغل الاكزام، الاباتش اشتغل معاي، شغل الماي اس كيو ال اشتغل معاي. الان افتح الادمن علشان اقوم بانشاء قاعدة البيانات. قاعدة البيانات هي عندنا اسمها تقريبا ويب سايت بروجكت، هاي الداتابيس تبعنا. طيب هي بالبداية إذا كانت غير موجودة فخلنا نحذفها، نسوي لها ابلكيشن دروب داتابيس. اوكي تم حذف الداتابيس غير موجودة هنا. الآن أرجع للمقلد تبعي دوكس، هذا البروجكت داتابيز، مثل هذا الملف النصي. بعدين ايش اسوي؟ اقوم بتحديد الكل، سيلكت اول، كنترول سي او نسخ، الزر الايمن كوبي، بعدين اجي لهون اقوم ضغط على الاس كيو ال من الروت، طبعا ما ادخلش على اي داتابيز، من الروت اقوم بلصق وعمل جو. اوكي تم التنفيذ بنجاح. الان رفرش الصفحة، انا معايا الويب سايت. طيب هذه فيما يخص كيفية كرية الداتابيز تبعي. طبعا الاسكيما تبعنا يمكن نشوفها من وين، اشوف الاسكيما تبعي اشوفها من هون، بالضغط على الويب سايت بروجكت الكويري تقريبا، او من هنا تقريبا، ايوه ديزاينر. اوكي ديزاينر اول، هاي السكيما تبعي. طيب جدول الادمن غير مرتبط باي جدول اخر، هاي العلاقة بين الجداول: جدول الايتم، جدول الريفيو، جدول الكاتيجوري. الايتم يحتوي اكثر من ريفيو، يعني هنا العلاقة 1 to 1. أما العلاقة من هنا الكاتيجوري، الايتم مع كاتيجوري واحد فقط، والكاتيجوري قد يكون لأكثر من ايتم، يعني العلاقة من هنا 1 to many. تمام. طيب الآن ما علينا من هذا. بعد ذلك، بعد ما نكريت الداتابيز، ننسخ المقلد كما قلنا إلى ملف الـ htdocs. تمام، اسم المقلد، أقوم بنسخ اسم المقلد كوبي، واروح على البراوزر لوكال هوست سلاش، واقوم بلصق هذا اسم البروجكت. هاي البروجكت فتح معنا صفحة الهوم، صفحة الساين اب، صفحة الساين ان، صفحة ايتمز. تمام، اباوت اس،
إلى آخره. هذا بالنسبة كمقدمة للموضوع بشكل عام. راح نفصل المواضيع.